بينضم لنا دايما نجوم كبار وحضراتكم كمان بتشاركوا معانا في السؤال. بينضم لنا طبعا الكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر السابق والمدرب الكبير. كابتن اسامه بنرحب بيه. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمود، واهلا بالكباتن الكبار الكابتن طارق سعيد والكابتن ايهاب المصري. وبمشاهدينا كابتن اسامه، حياتنا لحضرتك كابتن. الله يخليك، ربنا يخليك كابتن اسامه. هسالك انا الاول بقى وايه وبلحق انا الكلام. انا هسالك، انا بحب التوقعات وعشان انا لسه سائلهم مباراة الثالث والرابع والمباراة النهائية شايفها ازاي بعد ما خلاص احنا بكرة وبعده ان شاء الله بتخلص البطولة على خير. انا سمعت طبعا كلامكم. في فرق الاول الواحد حزن عليها، اولهم الراس الاخضر. انا كنت شايف ان هم من افضل الفرق، كان ممكن يكملوا الابعد من كده. برضو في فرق فاجئتنا زي غينيا الاستوائية بمستوى كويس. طبعا مالي طول عمرها بس للاسف ما بيحققوش بطولات وما بيوصلوش لبعيد قوي، دايما اداء كويس لكن ما بيقدروش يوصلوا للاخر. مظبوط. وطبعا الفرق الكبيره بقى اللي كانت مفاجاه، السنغال، المغرب، خروج مصر. طبعا كنا في حاله سيئه جدا، وصراحه في البطوله دي لا نستحق، يعني اللي في الاربع ماتشات اللي عملناه لا نستحق نكون موجود. والكاميرون وغانا طبعا يعني في فرق كويسه كانت ممكن تكمل، وفي فرق يعني مثلا السنغال من حظها السيء ان هي كسبت ثلاث ماتشات وجت في ماتش ساحل العاج، كان ساحل العاج بره البطوله، ورجع في الماتش دوت وتعادلوا 1-1 خسروا ضربات جزاء. دي برضو فيها ساعات احيانا بيبقى فيها شيء من التوفيق. مظبوط. يعني اصل انت مهما تشتغل ومهما تسعى في النهايه في فرقه بيبقى في توفيق معاها البطوله بتروح لها. يعني ساحل العاج كانت بعيده خالص وكانت اخر فرقه داخله في الثالث في بعد ما زامبيا خسرت من المغرب، وفجاه دلوقتي هي في النهائي. مظبوط. ادائهم طبعا تحسن، وموزمبيق كمان في مجموعتنا ساعدتهم. يعني هو عموما في التوالت كان في الاختيار ما بين الفرق. فبالنسبه لمباراه جنوب افريقيا وكونغو فرقتين كويسين قوي، وانا سمعت طبعا شويه من كلام كابتن ايهاب. فعلا بكره ممكن تلاقي تغييرات كتيره، وده شفناه فعلا زي ما هو قال مثلا في مباراه الكونغو مع ساحل العاج من اقل مبارياتهم ادوها، ولذلك حتى الاجنحه السريعه بتاعتهم الكويسه اللي هو ايليا اللي هو 13 وويسا الناحيه الثانيه 20 ما كانوش في حالتهم وتغيروا في المباراه، وبصفه عامه ما كانوش في الحاله الجيده بتاعتهم. جنوب افريقيا ادى المباريات بشكل كويس، ولكن من طبعا معظمهم من سان داونز ومترابطين وبينقلوا كره كويس، ولكن من الفرق اللي كان فيها معاها شيء من التوفيق. بمعنى ايه؟ يعني تيجي في مباراه المغرب المستوى كان متقارب في اللقاء، جت ضربه جزاء لاشرف حكيمي في اخر خمس دقائق وضربت في العارضه وطلعت، ثم هم في اخر دقيقه جابوا الجول الثاني، كده كده كانت الموضوع انتهى. هتيجي في ماتش الراس الاخضر، الراس الاخضر في المباراه كانت افضل من جنوب افريقيا في مجمل المباراه، لكن جنوب افريقيا ادت بشكل كويس برضه، بس الراس الاخضر كانوا افضل. وجم خسروا اعتقد كان ضربات جزاء في مباراه الاخيره مع نيجيريا. يعني المباراة رايحة جاية، ولكن نيجيريا كانت فترة كانت متفوقة جدا، واللحظة اللي نيجيريا بتجيب الجول الثاني رجعت، كانت ضربة جزاء لبيرسي تاو في الدقيقة 88 تعادلوا بيها، ووصلوا لمرحلة كويسة زي ما ياب قال. هم ما كانوش مرشحين من ان هم يوصلوا للمربع الذهبي، لكن هم أدوا بطولة كويسة. بكرة ممكن يحصل تغييرات في الفرقه في الفرقتين، لانه في حصل تعب، ممكن الراجل فيه برضه لعيبه جيدين كان ممكن ليهم حظوظ ان يشاركوا ما شاركوش، فاكيد هيدفع بيهم. فهي المباراه متوازنه، وان كان جنوب افريقيا لو لعب بالشكل الكامل بتاعه استحواذهم وطريقه لعبهم وكده ممكن يكون ارجح شويه ان يكسبوا المباراه. بالنسبة للمباراة النهائية زي ما قلت لك ساحل العاج جت من بعيد جدا، عندهم هيبقى عندهم حماس غير طبيعي، لان هم يعني بعد ما كانوا بره البطولة تقريبا وصلوا للمباراة النهائية، اكيد الدوافع اللي جات لهم بعد الخروج ووصولهم للنقطة دي
هي هي يعني هيلعبوا بشكل قوي جدا. عندهم نص ملعب كويس اللي هو فيه فوفانا وكيسي، ويعني فرقه كويسه، لكن هو يمكن عندهم مشكله شويه في الفيرود 22 ده، ومش عارف مش اللي بيخلص ما لا يعني محدود شوي. عندهم الجناح الايسر لعيب كويس او 24 ده من اللعيبه المميزين في البطوله. عندهم مجموعه لعيبه كويسه مع الدوافع اللي عندهم مهم جدا، ولكن فرقه نيجيريا ميزتها انها عندها توازن غير عادي دفاعيا وهجوميا. يعني انت كسبانين بص كل الماتشات واحد 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 واحد، باستثناء ماتش الكاميرون كسبوا 2 بيلعبوا 5 ورا او 3-4-3 ساعه الهجوم، ويلعبوا 5-4-1 محافظين على خطوطهم قوي. وبعدين عندهم قدام لقمان وسامين هايلين جدا، وبينقلوا الهجمه بسرعه قوي طبعا. فالمباراه هتبقى متوازنه. لا لا لكن ادينا بقى قبل ما نقفل معاك يا كابتن اسامه برضو توقعك انت كفتك لمين؟ والله كوتيفوار ولا نيجيريا؟ شايف بص ككوره هي نيجيريا اقرب، بس انا شايف وصول سهل العقل النقطه دي مع جمهورها ده برضو ممكن يديها برضو. فعشان كده بقول لك المباراه دي 50-50، لكن كفرقه فرقه نيجيريا افضل. انا والله بشكرك جدا جدا على التحليل الجامد ده كابتن اسامه عرابي، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر السابق.